السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، مباشرة من إذاعة الجزائر من سيدي بالعباس. عدد هذا الاثنين من برنامج قضية في حوار يتزامن ومناسبة وطنية لا سيما في الحقل الإعلامي، اليوم الوطني للصحافة الذي يصادف تاريخ 22 أكتوبر من كل سنة، بعدما أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 2013. هو موعد بقدر ما يحمل من رمزية قوية ويسمح بالتطرق إلى المكاسب التي حققها القطاع، بقدر ما يستدعي أيضا الوقوف عند هذا الصحفي الذي يسابق الزمن ويكابد الظروف الاجتماعية والمهنية والأمنية والسياسية والثقافية بحثا عن المعلومة وإيصالها للمتلقي. نأخذ بعض النقاط ذات الصلة بالعمل الإعلامي رفقة ضيوفي اليوم لمناقشتها، ولعل أبرزها من المكاسب ومن ما لم يكتسب بعد، أو نساء ورجال الإعلام في طريقهم وسعيهم إليه، الصحافة الإلكترونية وموقعها في الساحة الإعلامية، وأيضا الممارسة الإعلامية للصحفي والمراسل من الناحية الأكاديمية والميدانية. لإثراء هذا الموضوع نستضيف معنا الأستاذ عشاش نورين، أستاذ في شعبة الإعلام والاتصال بجامعة سيدي بالعباس. أهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم. أهلا ومرحبا. نسعد أيضا بلقاء زملائي في القطاع، حلال مرسلي عن بالعباس أنفو. أهلا ومرحبا. أهلا بكم. مرحبا. عاشور عبد الكريم، مراسل صحفي بقناة النهار، مساء الخير. أهلا ومرحبا. مساء النور، أهلا بكم بكل الزملاء الحاضرين معنا. الصحفية زنازل نورهان عن جريدة البلاد، أهلا ومرحبا. سلام الله عليكم، تحية عطنا لكل الحضور وجميع المستمعين. الأخ زبيدة عبد القادر عن الجزائر الآن، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بكل الحضور. والأخ الهاشمي الحسن عن قناة الأجواء، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. إذا المستمعين الكرام، ابقوا معنا في هذه السويعة التي نخصصها كما قلت عن أحد المواضيع والملفات الهامة ذات الصلة بالحقل الإعلامي. أية معايير وضوابط ترتكز عليها الصحافة الإلكترونية في الجزائر؟ وهل وصل فعلا حقل الإعلام إلى بلوغ مستوى مقبول في هذا النوع من الإعلام؟ أية مكاسب حققتها الصحافة الإلكترونية بعدما اقتحمت الوسط الإعلامي، خاصة من حيث تسهيل عملية الحصول على المعلومة وإيصالها؟ يتفق الجميع على أن ارتقاء الصحافة الإلكترونية مرهون بالتطور التكنولوجي وتعميم شبكة الإنترنت، فكيف يقيم متمرسي هذا المجال مستوى ذلك؟ وما هي العوائق التي تواجه أصحاب هذا الاتجاه قانونياً ومهنياً؟ وهل بلغت قوة منافسة الأنواع الإعلامية الأخرى؟ يلعب إذن النشر الإلكتروني دورا متزايدا في المشهد الإعلامي الجزائري، وتشير بعض الدراسات إلى أن المنشورات الرقمية الوطنية منذ سنة 2016 كانت الوسيلة الأولى التي يستخدمها الجزائريون للحصول على المعلومة. ربما كيف ذلك؟ هذا ما نتعرف عنه من خلال هذه الدردشة المتواصلة. قبل ذلك أتوجه بتحياتي الخالصة إلى زملائي ضيوف البرنامج الحاضرين معي بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، وإلى كل زملائي وزميلاتي الصحفيين والصحفيات وكل من له علاقة بقطاع الإعلام والاتصال. أتجه مباشرة إلى الأستاذ عشاش نورين عن جامعة سيدي بالعباس، تخصص شعبة الإعلام والاتصال. لو عدنا إلى الصحافة الإلكترونية من الناحية الأكاديمية والنظرية، ربما كيف تقيم أو كيف تشير إلى أهم المقاييس والمعايير التي تضبط الصحافة الإلكترونية أو ممارسة الصحافة الإلكترونية؟ أستاذ الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أعطف على سؤالك بتحية لكل الصحفيين الزملاء هنا الحاضرين معنا في الاستوديو، إلى كل الصحفيين العاملين في القطاع الإعلامي سواء الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو حتى الإلكترونية بهذه المناسبة، فتحية لهم جميعا بمناسبة اليوم الوطني للصحفي. طيب، قبل الإجابة عن سؤالك أود أن أوجه بالتحية إليك شخصيا، أن موضوع الصحافة الإلكترونية في الحقيقة يعتبر من أهم المواضيع التي يجري حولها النقاش ويحتدم حولها النقاش في الساحة الأكاديمية وحتى على مستوى الساحة الإعلامية، لما لدور الصحافة الإلكترونية في وقتنا المعاصر من أهمية كبيرة جدا مقارنة بما نشهده في الساحة الدولية من انتشار وتطور لوسائل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
طيب قبل ذلك يعني من المنطقي جدا ان نبحث في مفهوم الصحافه الالكترونيه بالدرجه الاولى، لان هذا النوع من الصحافه هو نمط اعلامي حديث جدا مقارنه بالمعروف المتداول من ما يسمى بقطاع الصحافه المكتوبه والسمع البصري والمسموع. طيب الصحافه المكتوبه هي تعتبر نوع من النمط اعلامي حديث جدا مرتبط بالدرجه الاولى باجهزه الكمبيوتر والبرمجيات وبشبكه الانترنت وما الى ذلك. طيب فيما يخص الصحافه الالكترونيه في الجزائر يعني دائما نقول نظريا ان الصحافه الالكترونيه عرفناها تقريبا مع منتصف التسعينيات من القرن الماضي، تحديدا ربما لم تخن الذاكره جريده الوطن الناطقه بالفرنسيه كانت اول جريده تصدر نسخه الكترونيه على شبكه الانترنت بالاضافه الى نسختها الورقيه، وجريده اليوم كذلك هي الناطقه الجريده الاولى الناطقه باللغه العربيه التي تصدر نسخه الكترونيه، وهذا ما يجعلنا الحديث عن يعني ارتباط الصحافه الورقيه بشبكه الانترنت، لان هناك يعني ربما بعض الفروقات الطفيفه التي قد تكون يعني شيء محوري ومفصل في التفرقه بين الصحف الورقيه التي لها نسخه الكترونيه على شبكه الانترنت وبين صحافه الكترونيه قائمه بذاتها، لان هناك نوع من الفروق الطفيفه التي قد يجهلها البعض غير المتخصصين، لان هناك فرق بين ان تكون لك نسخه الكترونيه من النسخه الورقيه وبين ان يكون لك صحافه الكترونيه خاصه وقائمه بذاتها تختلف عن النسخه الورقيه. نعم، فقط أردت الإشارة كذلك أن الصحافة الإلكترونية ما دام أنها ظهرت مع التسعينيات في الجزائر خاصة من خلال بعض الجرائد التي حاولت أن تصدر مقالاتها وجرائدها عن طريق الصحافة الإلكترونية عبر بعض المواقع والصفحات إلى غير ذلك، إلى حد اليوم هل ترى أن الصحافة الإلكترونية وصلت إلى مستوى الذي تنافس به باقي الأنواع الصحفية الأخرى، مثلا وسائل الإعلام الثقيلة خاصة التلفزة أو الإذاعة أو حتى بالنسبة للصحافة المكتوبة إلى غير ذلك؟ طبعا عملية التقييم هذه لا نعطي يعني حتى لا نعطي أحكاما مسبقة، لكن الواقع الذي نشهده أن الصحافة الإلكترونية لا زالت في المهدي، يعني حتى لا نغطي الشمس بالغربال، يعني الصحافة الإلكترونية في الجزائر تخطو خطوات متنامية ومتسارعة، لا ننكر ذلك أن هناك كثير من مواقع الأخبار التي ظهرت إلى الوجود ولها متابعين، لأن عملية الاشتراك في خدمات المؤسسات الصحفية الإلكترونية تحديدا يعني لا نقول بأننا وصلنا إلى درجة الكثاف، وصلنا إلى درجة الاحترافية بأتم معنى الكلمة، وصلنا إلى درجة الإشباع في هذا المجال، لكننا لازلنا في مراحلنا الأولى على ما أعتقد. شكرا جزيلا الأستاذ نورين، نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير. كان هذا من الناحية الأكاديمية والنظرية للممارسة أقول في الصحافة الإلكترونية. نذهب الآن إلى الواقع والميدان. مباشرة أتوجه إلى زميلي الصحفي عاشور عبد الكريم من قناة النهار. ربما أول سؤال، يعني الناس يعرفون عبد الكريم عاشور عن طريق يعني النهار كمؤسسة إعلامية كذلك، و لم يسبق لنا التواصل معكم في برنامج إذاعي مثلا، لكن اليوم جاءت الفرصة في اليوم الوطني للصحافة لنتعرف أكثر عن هذا الصحفي النشط والمتتبع لكل صغيرة وكبيرة خاصة على مستوى ولاية سيدي بلعباس. نعم الأخ عاشور. نعم مساءً، شكرا زميلي طاهر. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة أهني جميع الزملاء عبر مختلف مواقعهم ومؤسساتهم كل التهاني، وأشاركهم اليوم الذي أتمن مجهوداتهم المبذولة في تنوير الرأي العام. نعم زميلي عاشور عبد الكريم، 25 سنة، ابن مدينة سيدي بلعباس، حاصل على شهادة ليسانس في الإعلام والاتصال، وحاصل أيضا على شهادة خاصة بأكاديمية الواقعة بالجزائر. أعمل كمراسل صحفي لقناة نهار حوالي عامين ونصف لحد الآن. يعني نهار التحقت بالمجمع النهار حوالي عامين ونصف، أعمل كمراسل صحفي بالولاية، وأيضا أعمل بموقع النهار أونلاين الخاص بالقناة. طيب نبدأ من آخر نقطة أو ملاحظة، أونلاين نهار
يعني تقريبا كصفحة كجريدة إلكترونية، يعني النهار حاولت من خلال هذه التقنية الجديدة أو هذا المجال الجديد على مستوى الوطني أن توسع من شبكة معلوماتها إن صح التعبير التي تنشر. كيف وجدت نفسك الأخ عاشور عبد الكريم في هذا المجال الخاص بالصحافة الإلكترونية؟ نعم، يعني الجريدة الإلكترونية المسمى بالنهار أونلاين، يعني دخلت فيها حوالي منذ التحاقي بالمجمع النهار، يعني تعطيك يعني أخبار، وين تقدر تقوم بالأخبار تاعك، تنشر الأخبار تاعك. على سبيل المثال أنه هناك في عندنا في القناة لما يكون في ساعات متأخرة في الليل حوالي الساعة الثانية والثالثة تنقل المعلومة حصريا، يعني مباشرة تكون كاين حادث مرور. يعني سبق وأن عملنا خرجنا في أحداث، يعني حدث ما حوالي الساعة الثانية أو الثالثة في لما نكونوا في مجالس في المحاكمة في المحكمة أو شيء آخر، في حدث يعني حريق بمنزل أو أي شيء حدث، يعني ننقل المعلومة مباشرة عن طريق يعني التواصل مع الزملاء ونشرها في مدة لا تقل عن 5 دقائق. يعني ترى أن الصحافة الإلكترونية لها السبق الصحفي في نقل مختلف الأخبار، خاصة الأخبار الأمنية، خاصة ما تعلق بالأحداث اللي في ديفاغ اللي تحدث كذلك بولاية سيدي بن عباس على سبيل المثال، يعني تكون سباقة. ولو أن ما لا أقول يعاب ما يسجل على الصحافة الإلكترونية، يعني لا تنقل كل التفاصيل المتعلقة بالحدث أو بالموضوع أو القضية التي تنقل، يعني تقريبا نستطيع القول نقل جزئيات فقط، يعني هذا ما يقال عن الصحافة الإلكترونية. تبقى بالنسبة لوسائل الإعلام الأخرى التي حتى ولو لم يكن لها سبق صحفي في نقل المعلومة، لكن تحاول أن يعني توسع أو تتخصص إن صح التعبير في تلك القضية بكل حيثيتها، يعني هذا ما يلاحظ. تقريبا تضرب عصفورين بحجر، يعني مراسل صحفي لقناة النهار وفي نفس الوقت مراسل للنهار أونلاين، يعني تعمل على جهتين. في أي مجال تلقى يعني يلقى الصحفي عاشور عبد الكريم نشاطه وتمرسه؟ في الحقيقة يعني ألقى راحتي في كل، يعني في سواء في الروبورتاجات أو التقارير وحتى في الموقع الإلكتروني. على سبيل المثال أعطيك، يعني لو كان يكون كاين حدث ما نروح نغطي هذاك الحدث في عن طريق تقرير أو إنجاز روبورتاج أو حدث. وفي نفس الوقت بفضل التطورات التكنولوجية رانا نشوفوا أن التطورات على الإنترنت، تطورات يعني اللي عطيتها لنا مجمع النهار، يعني بفضل الزملاء اللي هي تقدم التكنولوجيا اللي موفرها لنا، نقدروا نوصلوا المعلومة يعني في الدقيقة الأولى بالصوت والصورة، يعني حتى ولو كان بالصورة أو بالفيديو أو بإرسال مقال يعني عن طريق الإيميل أو عن طريق إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تكون يعني دائما تكون يعني إحنا عندنا هدف واحد هو هدف السرعة في الإرسال الحصري، حتى يكون يعني لتنوير الرأي العام وتكون كاينة يعني متابعة من كل الجهات. جيد، شكرا جزيلا الأخ عبد الكريم عاشور. أتوجه الآن مباشرة إلى الأخ زبيدة عبد القادر عن الجزائر الآن. كان أشار الأستاذ نورين وكذلك الزميل عاشور إلى نقطة مهمة، وهي أننا نتفق على أن ارتقاء الصحافة الإلكترونية مرهون دائما بالتطور التكنولوجي، بتعميم شبكة الإنترنت. يعني لو كان فيه نقص أو تأخر في هذا المجال لا يمكن للصحافة الإلكترونية أن تذهب بعيدا وترتقي إلى مستويات عالية. قبل أن تجيبني عن هذا السؤال وعلاقته بممارستك اليومية للصحافة الإلكترونية، نتعرف على عبد القادر زبيدة كصحفي في هذا المجال. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكرك الأخ طاهر وأشكر كل الطاقم العمل بإذاعة سيدي بن عباس، و
ولا رسم السيد المدير على هذه الدعوة، لربما أعطانا الفرصة لكي نبرز أكثر، خاصة نحن كشباب ننشر في المجال الإعلامي هنا على مستوى ولاية سيدي بلعب. بون، في البداية بخصوص من هو الإعلامي زبيدة عبد القادر، بكل بساطة أنا صحفي سابق بجريدة ويست انفو، أبلغ من العمر 29 سنة، خريج إعلام، متحصل على شهادتين دولتين في مجال الإعلام والاتصال، الأولى شهادة جامعية أمريكية في الإعلام والاتصال، تخصص تقديم إذاعي وتلفزيوني، تحصلت عليها بتاريخ 28 ديسمبر 2013 وبتفويض من الدكتور في الاقتصاد الأستاذ فارس مزدور. أما الشهادة الثانية هي لما تخرجت من أكاديمية الجزيرة القطرية في شتاء 2014، أين تعلمت فنيات التقديم التلفزيوني على أيدي صحفية بقناة الجزيرة وهي الأستاذة خديجة بنقنا لنحيها من هذه المناسبة، كما أنني عضوا مؤسسا لمنتدى الصحفيين الجزائريين الذي تترأسه الإعلامية التلفزيون الجزائري الزميلة وسيلة الأبيض، هذا المشروع الذي ما زال يبقى في النور إن شاء الله. الموسم الماضي استفدت من دورة خاصة وتتعلق بالصياغة الصحفية في مختلف الوسائط الإعلامية، والتي كانت من تنظيم رابطة الإعلاميين في الخارج، والتي كانت تحت إشراف الإعلامي الجزائري والمقيم بتونس الأستاذ نصر الدين بن حديد، وهو صحفي وأيضا محلل في محلل سياسي في نفس الوقت بعدة فضائيات عربية منها قناة الميادين السورية، كما أنني متحصل على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، تحصلت عليها في عهد الوزير السابق السيد عبد الحميد قرين، الآن أنشط في صفحتي الرسمية وفي نفس الوقت متعاون مع عدة مواقع إلكترونية إخبارية منها الموقع الإخباري الجزائري الآن. والأخطار بعيدا عن ذلك، أنا متحصل على شهادة تقني في التبريد، يعني تخصص تركيب وصيانة أجهزة التبريد والتكييف كما يقول لك الزمن عقوبة شهادة هذه. طيب، إذا هذا عن ربما كبطاقة تقنية إن صح التعبير عن الأخ زبيدة عبد القادر النشط في مجال الصحافة الإلكترونية كصحفي وكمراسل أيضا لبعض الصحف أو المواقع الإلكترونية. الممارسة الصحفية في هذا المجال الأخ عبد القادر زبيدة، كيف تراها خاصة على مستوى الوطني؟ يعني هل تساعد يعني هذه الممارسة على تنوير الرأي العام بمختلف المعلومات وفي وقتها وبمختلف تفاصيلها أم ماذا؟ أخطأ رب مدى ما أعطيتني الكلمة، ما نكذبوش على أنفسنا، لأن في وقت الراهن الصحافة الإلكترونية يعني باتت إحدى القنوات الفعالة، ما كان صحفي، ما كانش مواطن، ما كانش طفل ما يحكمش هاتف ذكي، راك فاهمني؟ يعني هنا يعني حتى الطفل ربما ربطنا بالإعلام، هنا راهي طالع ثاني على ال فاهمني؟ وزعما ما يمكنش نستغنوا عنها، زعما مما دفع الكثير من المختصين وحتى القراء على حد سواء، وراهم يقولوا بلي أن الصحف ربما الصحافة التقليدية أنها ماتت، هذه هي أخطار. وكما يقول لك يعني تشوفها باللي تساعد على إيصال المعلومة في وقتها وفي حينها، يعني فيه سبق صحفي ما بينها وبين الأنواع الصحفية الأخرى إلى غير ذلك. نعم، الأخطار دروك لنا في وقت التكنولوجيا، ربما عمل الوقت فالخبر دروك الآن دروك المتلقي اللي قرأ الخبر راه يقرأ على المعلومات تكون في وقتها، ربما كنا طالب ما بينها وبين الجريدة ربما تبقى 24 ساعة، ربما هنا الخبر يكون كما يقولوا خبر مات، فاهم اختار؟ نعم، يعني متابعة المتلقي أو المستقبل لأي معلومة أو تلقيه لأي معلومة عن طريق الصحافة الإلكترونية يعني تراه أسهل وفي وقته بالمقارنة مع الأنواع الأخرى، يعني لو تحدثنا مثلا عن الإذاعة أو عن التلفزة أو الصحيفة العادية الورقية إلى غير ذلك، يعني الصحافة الإلكترونية سباقة في نقل المعلومة. نعم، بطبيعة الحال الصحافة الإلكترونية المتلقي هنا يلقى معلومة حصرية، ربما نعطيك مثال، ربما أنا هدف الميدان شتى في أحد من الأيام ويقوم بروبورتاج نقلت معاناة عائلة تعاني مع مشكل السكن، وين روبورتاج نقلتها في 5 دقائق على صفحة التواصل الاجتماعي، ربما تفاعل مع رئيس دائرة في ديك الدقيقة، وين قال لي
قال لي قول هذيك العائله غدوه تكون اللجنه على ارضيه الميدان تفقد الوضعيه تاعهم. ربما يكون هذا كان خبر في وسيله اعلام يعني تقليديه ولا خبر طلع 24 ساعه اختار. الا ترى الاخ زبيده عبد القادر ان هذا السبق الصحفي للصحفي المتمرس في مجال الصحافه الالكترونيه قد يوقعه في الخطأ؟ ربما مثلا نقل معلومة يعني بسرعة عن طريق الصحافة الإلكترونية وما بعد ذلك يتبين بأن تلك المعلومة خاطئة. نعطيك مثال، ربما وقعت حادث أو ما شبه ذلك، أو يعني حادث مرور مثلا، هذا الحادث المرور خلف ربما ضحيتين، وربما أثناء نقلك للمعلومة نقلت بأن الحادث خلف 6 ضحايا، ويتبين بعد ذلك بأن هذه المعلومة خاطئة. أخ فقط كمثال أخ صدار، ربما نربط هذا المشكل، ربما يقع عند صحفي هاوي حاجة الأولى عند صحفي محترف، ربما ما يخليش روحه يقع في الخطأ. أول حاجة غطيت قمت بالتغطية، حاجة الأولى أنك تتصل بالمكلف بالإعلام تاع الحماية المدنية. طيب يعني ما تسبقش الأحداث. يا خويا كاين مكلف بالإعلام تاع الحماية المدنية هو المسؤول على المعلومة. ما تنقل التصريح تاعه هو قال لو وقع خطأ هو يتحمل مسؤوليتها وليس الصحفي. معنى ترى المشكل في الاحترافية الخاصة بالصحفي ليس في نوع الصحيفة يعني أو الصحافة الممارسة. يعني أخ صحفي، الصحفي حابين يكون صحفي ناجح يحترم أخلاقيات المهنة، يحترم قانون الإعلام، شي يقول شي ما يقول، يحترم كل المواد، بإذن الله يكون صحفي ناجح. شكرا جزيلا أخ عبد القادر الزبيدة. الأخت زنازل نورهان عن جريدة البلاد وكذلك نشطة في مجال الصحافة الإلكترونية. نتعرف عن الأخت زنازل نورهان ثم نعود إلى موضوع البرنامج. شكرا أستاذي، أجدد سلامنا لكم وشكرا على الدعوة والمناسبة. نهنئ كل الصحفيين والصحفيات بمناسبة اليوم الوطني للصحافة. زنازل نورهان مراسلة صحفية لجريدة البلاد، 32 سنة، متحصلة على شهادة ماستر تخصص اتصال وصحافة مكتوبة، وفي دراسة تخرج شهادة ليسونس لقانون أعمال لهذه السنة. أمارس المهنة تقريبا حوالي 3 سنوات إلى جانب فترة التكوين بجريدة صوت البلد. أصبحنا نمارس المهنة بفضل بعض أساتذة الإعلام لما زرعوه فينا من حب التخصص بالخروج إلى الميدان، وإصدار كذلك مجلتين جامعيتين لكل من الدكتور أستاذ رقيق عبد الكريم وأستاذ بندريس. نعم، إذا سمحت الأخت زنازل نورهان من خلال الممارسة اليومية في مجال الصحافة عموما ونركز الحديث عن الصحافة الإلكترونية، كيف ترينه؟ هل الصحفي في الصحافة الإلكترونية يعني تقريبا نستطيع أن نقول يعمل بنفس المعايير والمقاييس والأخلاقيات التي يعمل بها في الصحافة الأخرى؟ أصبحت الوسيلة الإلكترونية